بفيديو اليوم راح احكي لكم عن كرتون كلارنس بتذكروا هذا الكرتون واحد من الكرتونات اللي كانت جدا بريئه ولطيفه وجميله بتتكلم على كلارنس ولد دبدوب عايش حياه الطفوليه هيك عاديه جميله جدا ما فيها اي مشاكل ودائما بيروح بمغامرات مع اصدقائه اللي هو جيف وسومو جيف عباره عن انسان كتير نظيف وعنده هوس بالنظافه وسومو عباره عن ولد هيك اللي يهمه شي ما بيهمه اي شيء ما بيتوجع بيدخل بأي مغامرة وهيك بتحسه عبيط بحكي ايه على كل شيء، مثلا احكي لصاحبي شو رأيك نروح مثلا نسرق بنك، اوكي تمام يلا نروح أي شيء أي شيء بحكي لك اياه بحكي لك تمام، بعزز لك بأي شيء أنت بتسأله، فهذا كان سومو هيك، والكرتون كان صراحة أنا يعني تفرجت عليه وعجبني كثير، كنت أتفرج عليه أنا وصغير فيه مغامرات حلوة، كانت تعجبني كثير شخصية كلارنس، ما كان يهمه أي شيء بهالحياة، كان همه الوحيد اللي موجود بحياته أنه كيف ينبسط كيف يعني لما تكون في مشكلة بأي مشكلة أصدقائه مارين فيها وعم بيمروا بصعوبات ولا شي بتلاقيه هو عم بيلعب ومبسوط بهالحياة وما عنده أي مشاكل الكرتون هذا نوعا ما نجح ونوعا ما فشل ليش نوعا ما نجح لأنه صراحة من 2013 تقريبا ل 2018 استمر هذا الكرتون بمعدل تقريبا 130 حلقة الناس حبت هذا الكرتون وبنفس الوقت كرهته كرهته ليش لأنه كانت شخصية كلارنس كتير كانت مزعجة كان كتير مشاغب كتير زنخة وكثير بتضايق فأنا ما حسيت هذا الشيء أبدا حسيت أنه هو كان ولد صغير فعلا وعم بيتصرف على أنه ولد صغير بس هذا الكرتون كان كان فيه عدة مشاكل نحن ما انتبهنا لها ولا كنا حننتبه عليها وراح تمر علينا مرور الكرام. المشكلة بهذا الكرتون أول وحدة إنه كان فيه ألوان بطريقة مباشرة هي قوية جدا وأعتقد صعب جدا حدا فيكم كان راح يلاحظ هذا الشيء لأنه نحن وصغار ما كنا نفهم هالشغلات على ما أعتقد يعني أنا ما كنت أعرف الألوان الولد مع ولد وبنت مع بنت ما كنت أعرف هذا الشيء أبدا بس لما كبرت وراجعت الكرتون مرة تانية انصدمت انه كان موجود بهذا الكرتون و... وكان ينعرض عنا عادي فما بعرف صراحة اذا هاي اللقطة او هاي هذا الشيء مر علينا على قناة كرتون نتورك بالعربية ولا لا بس لما راجعته مرة تانية باللغة الانجليزية لاحظت انه فيه شيء كان مو طبيعي ابدا هلا قلت لكم اصدقاء او جيف وسومو جيف عبارة عن انسان عنده هوس بالنظافة وبنفس الوقت حياته بتحسها غريبة وبتحس الولد كمان كان مشكوك بامره بتحسه كثير خيخ الولد ودلوعه وهيك، فطبيعي رح يطلع هيك الولد، ليش طلع هيك الولد؟ لأنه المسكين ما عنده أم وأب، عنده أم وأم، يعني عنده أمين، فأمه وأمه لجف عبارة عن ألوان، متزوجين وتبنوه لجف، هذا الشيء نحن ما كنا نعرفه أو يمكن مر علينا وما كنا نعرفه كمان. بس طبعًا هذا الشيء ما كتير مهم ما هو كتير سيء اللي حأحكي لكم يا لسه هلأ يعتبر هو الأسوأ طبعًا الكرتون أي عمل بتحسوا فيه ألوان بتحسوا فيه شيء وسخ بتحسوا فيه شي مو طبيعي أبدًا لازم تعرف إنه المسؤول عنه مريض نفسيا عنده هوس بهالشغلات في عنده مشاكل بحياته فبيفرغ الشغلات الوسخه اللي موجوده بمخه بفرغها بالكرتون اللي عم بيعمله وفعلا كان وراء هذا الكرتون في عده مشاكل صايره نحن ما كنا نعرف ابدا المسؤول عن هذا الكرتون كان انسان مريض نفسيا على اساس بيحكوا مريض نفسيا هلا بقول ليش على اساس مريض نفسيا كان عنده مشكله هو نفسه هذا اسمه سكايلر بيج هو نفسه اللي كان شغل شغال على عدة كرتونات من واحد من هالكرتونات اللي كان شغال عليها وقت المغامرة فيعني إنسان له مكانته بقناة كرتون نتورك فيوم من الأيام هذا الإنسان يعني بآخر 21 حلقة راح تلاحظوا أنه صوت كلارنس لأنه هو, هو صاحب هذا الكرتون وهو مؤدي الصوت كمان بنفس الوقت راح تلاحظوا أنه صوته لكلارنس تغير والسبب أنه صوت كلارنس تغير أنه سكايلر تقلع من قناة كرتون نتورك والسبب انه كان يتح تحرش بالبنات، وكيف عرفنا انه كان يتحرش بالبنات واللي كان يجوا لعنده، كان يطلب بنات انه يجوا ويساعدوه برسم الشخصيات، ففي وحده من البنات اللي كانت تساعده برسم شخصيات كرتون كلارنس، كان وحده اسمها ايميلي، ايميلي كانت تروح لعنده وكانت هي مفكرته انه بيحبها، بس للاسف اكتشفت انه هو عنده مرض، على اساس عنده مرض هلا كمان حافهمكم لسا امشوا معي رح احكي لكم ليه، انه عنده مرض نفسي وكان يحب البنات كثير، هذا مو مرض نفسي يا حبيبي بي. كل الشباب بيحبوا البنات على فكره يعني بس الشاب الطبيعي مو الطبيعي الانسان المحترم يعني بحب وحده وبس خلص بيعرف حده لوينه وبيحترم اللي بيحبه وخلص اما هاد الزلمه كان بيتعاطى بنات كان كل يوم يجيب لعنده بنات بيقول انا رح, خليكم تساعدوني تدخلوا معي على قناه كرتون نتورك واخليكم مشاهير وتساعدوني بكرتونات ويعني يعطيهم احلام ورديه ويضحك عليهم وبالفعل كانوا يجوا كثير لعنده بنات يعمل معاهن شغلات وسخه يستغلن كثير واخر شيء يسحب عليهن فواحدة من هدول الضحايا كان وحدة اسمها إيميلي اشتغلت معاه على قن... على كرتون وقت المغامرة وبنفس الوقت على هذا الكرتون كان هو حكي له إنه نيجي بعدين اكتشفت إنه شو قصته هذا عم بينام مع كتير بنات وكتير بنات حكوا بنفس القصة فقررت إنه تنشر القصة تبعيتها على تويتر فنزلت قصص كتير على تويتر في كتير تويتات إلى نزلتها اللي هو برنامج إكس حاليا اسمه وعم تحكي اللي صار معاها وإنه هذا الزلمة كان يتحرش فيني وكان مريض نفسيا ويعمل كتير شخ... شغلات وهيك وفعلا في ناس طلعوا من اصدقائه ومن الناس اللي كانوا يشتغلوا معاه بنفس المجال بنفس المكان حكوا انه سكايلر كان عنده مشكله وكان عنده اضطراب بالشخصيه او اضطراب القطبين هيك اسمه المرض النفسي يعني هذا المرض بخليك مره تكون شخصيه وبعدين تنتقل لشخصيه ثانيه فهذا الشيء اللي كان يبرر له انه يروح ويتحرش بالنساء فطبعا هذا مو مبرر ابدا انك اذا عندك مرض نفسي تروح وتتحرش بالنساء وتعتدي عليهن وتضحك عليهن وتحكي إنه انا يعني يغوين بهالكلام انه انا راح اخليكم معي وتشتغلوا معي ومن هالكلام فهذا الانسان بعد ما نزل التويت اللي كان اسمه ايميلي حكت عنه وفضحته آه على السريع قناه كرتون نتورك وبطل حدا يشغله لهذا الانسان لانه ما منيح لبيئه العمل ابدا يكون في هيك شخصيه همجية ووسخه اي واحد بيدعم الالوان اي واحد عنده بي بيوافق لموضوع انه الالوان شيء صح فهذا صدقني مخه مو طبيعي ابدا في فيه مشكله بمخه لازم يتعالج اللي بيقول لك دي ان اي او, أو انه عندي مشكله هرمونات هذا كله كلام فاضي انا من وجهه نظري يعني انت بس مشكلتك انك انسان مختل عقليا او عندك مشكله بمخك لازم تروح تعالج حالك تروح على دكتور وانت بالنهايه ولد لو كنت عم تتحول وانت بنت لو بالنهايه كنت عم تتحولي فارضي باللي ربنا كتب لك اياه وبس يعني بلا قرف المهم سكايلر بعد ما وجهوا عليه كثير اتهامات و... و... وخلص انفضح قدام الناس وتفنش وخسر شغله طلع ونزل فيديوهات وكتب شغلات واعتذر عن الموضوع اللي كان عم بيعمله واعترف بهذا الشيء كمان وحكى انه انا كنت مريض نفسيا وهيك واخر شيء بعد فتره اظن بتاريخ 2022 2020 بال20 2021 22 تقريبا انسجن هذا الرجل بس اللي راح يصدمك انه ما انسجن بسبب الموضوع انه تحرش بالنساء لا أبدا الطريقة أو السبب اللي انسجن فيها هذا الإنسان سكايلر كتير غريبة ومو طبيعية انه احا غريب الطريقه اللي انسجن فيها انه مسكوه الشرطة ما خص التحرش ابدا كان بالموضوع كان بسوبر ماركت وش وكان سارق سلاح اللي هو مسدس النيرف اذا بتعرفوا رح لكم صورته مسدسات النيرف اللي بتحط فيه مثل بلاستيكة وبتطلق وبتلعبوا مع بعض اللي يمكن يكون حقه 10 او 20 دولار او 30 دولار يعني مبلغ جدا بسيط فكان سارق هذا السلاح والسوبر ماركت اشتكى عليه ومسكته الشرطه وانسجن ولما سالته الشرطه انه ليش سرقت هذا السلاح او ليش سرقت هي اللعبه فحكى له انه والله ما معي مصاري فسرقته كيف ما معه مصاري بس انسان شغال على كرتونات المفروض يكون معه مصاري يعني ومو المفروض ما يكون فقير لهالدرجه معه 30 دولار على الاقل انه يدفع حق هذا السلاح ف يمكن فعلا كان مريض نفسيا لحتى عمل هذا الشيء او انه عم بيثبت للناس وللاعلام انه والله هو مريض نفسيا بالحركه اللي عملها لما راح سرق السلاح فما بعرف انتم شو رايكم بنهايه هذا الانسان هل فعلا اللي عمله كان بسبب مرض نفسي قال هو انسان وسخ من الاخر واللي عمله بموضوع السلاح كمان مشان يثبت انه انا عندي كمان مرض نفسي وشو رايك كمان بهذا الكرتون هل تفرجت عليه وعجبك وهل انتبهت على هذا الشيء انه جيف كان ما عنده ام واب عنده ام وام وكان فيه الوان الكرتون ولا لا فلعند هون نكون وصلنا لنهايه نهاية هذا الفيديو إذا عجبك لايك وسبسكرايب وكتب لنا كومنت جميل تحتك وتعالى عندي على عن انستجرام اللي أسامة أنا أجيتك من اليوتيوب وإن شاء الله راح أرد عليك إذا كانت الفكرة تبينتك جميلة فبس لعند هون نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو أشوفكم بالفيديو القادم إلى اللقاء